الاهلي اعتقد جروس مهمه سهله جدا، يعني المحمدي سلموا تشكيله بتفوز، فازت مباريات كثيره، فالمنطق يبدا في التشكيله اللي كانت تفوز بدون تغييرات كثيره الا اذا كانت ظروف اصابات او ايقافات. فطبعا الاهلي اقرب، الاهلي عندهم يعني دائما بنتكلم هنا في الحلقات وبنحكي الاهلي الوحيد اللي مع لما تيجي تقارن محليه مع محترفين اللي ممكن يمشي مع الهلال كثير هذا الموسم، يروح مع الهلال خصوصا في معطيات البدايات لكل الفرق. فهي مباراه حاسمه، لانه لو خسر جروس بعد سلسله الانتصارات اللي كانت عم بتصير حيكون في رده فعل، وشفنا الجماهير قديش رده فعلها ما بتنسى، وضغط من اول مباراه حتكون مشكله كبيره عليه. فلا الاهلي معروف كيف حيلعب، يعني معروف المفروض يلعب زي ما كان يلعب قبل اسبوع بالتحديد، مقابل الحزم اللي خطير لانه حقق نقاط كثيره من الفرق صعبه في هذا الموسم، وبالتالي عنده الشخصيه انه ما يخاف، عنده القدره انه يبادر، عنده القدره انه يحاول، وهذا الشيء حيكون خطر جدا على الاهلي.